أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو نجل الفنانة وردة الجزائرية الأكبر يخطف الأنظار في أحد الظهور له، هو المفاجأة بهوية والده. تعرفوا معنا من خلال هذا الفيديو على قصة حياتها. أهلا بكم. تحدث ابن الفنانة وردة الجزائرية الأكبر رياض قصري عن طفولة وردة وأصعب لحظات حياتها عندما فقدت والدتها في سن صغيرة، ومتى اعترف بها والدها كمطربة، وأسباب هروبه من والده في عمر 17 عاما ليعيش مع وردة في القاهرة. ويقول: كانت أمي تنفق على العائلة بأكملها، وكان ذلك شاقا عليها كثيرا، ولهذا لم تتردد لحظة عندما تعرفت على أبي جمال قصري وهو وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، ووافقت على الفور على الزواج منه لتستريح من هذه المسؤولية، ويصبح كل فرد في العائلة مسؤولا عن نفسه. ويقول: بعد زواج أمي وأبي سافرا إلى الجزائر، حيث كان اللقاء الأول في القاهرة، والزواج أثمر عن طفلين أنا ووداد، ولم يستمر الزواج طويلا، حيث قررت أمي أن تعود إلى نشاطها الفني بعد نحو 10 سنوات من الزواج. وكان أبي لا يمانع العودة للفن، لكنه كان مدركا أن استمرار النجومية والشهرة لما لا أن تكون في الجزائر ولكن ستكون في القاهرة، فاتفقا على الطلاق، ورفض أن تأخذنا لنعيش معها في مصر، وأصر أن نعيش معه في الجزائر وأن تزورنا أمي بين الوقت والآخر كلما كان هناك فرصة. وكان ابتعادنا عن أمي صعبا لها ولنا، ولكنها لأجل أن تحقق نجاحا في عالم الغناء والشهرة كان لابد أن تقيم في مصر هوليود الشرق، وأن تكون علاقات عمل قوية بالملحنين والشعراء، وأن تحيي حفلات شهريا. وتزوجت أمي بالموسيقار بليغ حمدي في أوائل السبعينيات. ولدت الفنانة وردة الجزائرية واسمها الحقيقي وردة محمد فتوكي يوم 22 من يوليو تموز عام 39 في حي اللاتيني بمدينة باريس لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية. وكبرت في وسط بعيد عن اللغة العربية، وعرفت في سن مبكرة بجمال صوتها، وغنت في طفولتها داخل مطعم بالفندق الذي كان يمتلكه والدها، وكان يشرف على تعليمها في الفندق المغني التونسي الصادق ثريا. وقدمت عبر الإذاعة المصرية أغاني عدة لكبار الفنانين مثل أم كلثوم وأسمهان ومحمد عبد الوهاب وخلال غنائها في فرنسا أعجب ملحن سوري بصوتها، فأقنع والدها بضرورة الاهتمام بها فنيا والتعاون معها، فكان ذلك بدايتها الفعلية في ميدان الغناء. وفي عام 59 سافرت إلى دمشق وغنت في نادي ضباط سوري، لتنتقل بعد ذلك برفقة والدتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهناك تعرفت على المنتج والمخرج السينمائي المصري حلمي رفلة الذي قدم في أوائل أفلامها السينمائية المض وعبد الحمولي عام 62. وطلب الرئيس جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت وطني الأكبر الذي لحنه محمد عبد الوهاب، وشارك في غنائه مطربون عرب بينهم عبد الحليم حافظ وصباح.
وعادت الفنانة وردة جزائرية إلى الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا عام 62، وذلك بسبب ضغوط وشائعات حول علاقتها بمسؤول مصري، وتزوجت واعتزلت الغناء، إلى أن طلب منها الرئيس هواري بومدين الغناء خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى العاشرة للثورة الجزائرية عام 72. فقدمت أغنية عدنا إليك يا جزائرنا الحبيبة من كلمات الشاعر الجزائري صالح خرفي والحان الملحن المصري بليغ حمدي. وبعد طلاقها من زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، عادت إلى مصر لتنطلق من جديد في مسيرتها الفنية، وتزوجت من الموسيقار بليغ حمدي الذي لحن لها عددا من أبرز أغانيها مثل أولاد الحلال وما عندكش فكرة ويا أهل الهوى. ويقول البعض أن ميلادها الحقيقي تم خلال حفل فني مباشر بأغنية أوقات بتحلو عام 79 من تلحين سيد مكاوي. وخلال مسيرتها الفنية تعاونت مع العديد من الملحنين على غرار محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وصلاح الشرنوبي، ومن أبرز غنيها في يوم وليلة، أكدب عليك، شعوري ناحيتك، العيون السود، اسمعوني، بتونس بيك، بلاش تفارق، لولا الملامة، سلام الحبايب، من غير عتاب، وحشتوني يا ليل أيام. وآخر عمل مصور لها كان أغنية وطنية بعنوان ما زال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 50 على الاستقلال، بينما كان آخر ألبومات الغنائية بعنوان اللي ضاع من عمري في عام 2011. وإلى جانب غنائها قامت ببطولة 6 أفلام مصرية، وهي أميرة العرب، حكايتي مع الزمان، صوت الحب، آه يا ليل يا زمن، وليه يا دنيا. كما شاركت في 3 مسلسلات تلفزيونية هي أوراق الورد، آن الأوان، الوادي الكبير. وقبل وفاتها خضعت الفنانة وردة جزائرية لعملية زراعة الكبد في المستشفى الأمريكي بباريس، لكنها فارقت الحياة بعد ذلك بسقطة قلبية في بيتها بالقاهرة مساء يوم الخميس 17 من مايو أيار عام 2012 عن عمر يناهز 73 سنة. ونقل جثمانها إلى الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودفنت بالمقبرة العليا في العاصمة، وهي المقبرة التي يدفن فيها رؤساء الجزائر. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.